زكاة الفطر يا أستاذ حمدي بتخرج في آخر يوم والوقت المستحب ليها قبل صلاة العيد. معنى حضرتك أنك تطلعها قبل صلاة العيد يعني إيه؟ يعني تطلعها في أقرب حاجة تنفع الفقير. طب أنت حضرتك دلوقتي أنا طالع أصلي العيد واخد معايا المقدار اللي أنا هطلعه ده وديته لواحد فقير، في حد هيعرف يطحن النهاردة ولا هيعمل إيه؟ لا مفيش حد هيعمل حاجة من دي دلوقتي. طب هيعمل بيه دلوقتي؟ قال له طب والله يعني ما... طب انا عايز ادي العيال مصروف عظيم، عايز اجيب اكل عندي في البيت، هودي دي فين؟ مزبوط. يبقى انت كده عملت حاجه اسمها الاضرار بالفقير. مزبوط. يبقى كل بيئه لها احكام وكل واحد له ظرف. عندنا مزبوط. في البلد ممكن يكون انفع ليه انا هروح اودي له الحب بتاعه خلاص هياخده ويطحنه ويخبزه بعد كده ويعملوا له هو لاولاده، فمش حاجته ملحه للفلوس دلوقتي. لكن هنا في المدن فضلا عن ان انا حاجه هامه جدا لابد ان نتعلمها، الشرع يكلفك بما عندك. حضرتك عندك قمح طلع قمح، عندك رز طلع رز، شيء طب عندك فلوس طلع فلوس طلع فلوس. مظبوط، مش ده الطبيعي؟ طلع فلوس. انا اقول لك لا ده لازم يكون كذا، لا مش لازم يا سيدي، مش لازم. يقول لك ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب عايز تلتزم بنص الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بالنص كما هو، ما تالفش فيه. يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في السنه الاصناف؟ حضرتك جبت الرز منين؟ جبت العدس منين؟ جبت اللوبيا منين؟ جبت ده منين؟ ده اجتهاد غالب قوت البلد. خلاص غالب قوت البلد الغرض منه نفع الناس، يبقى نفع الناس بالمال في هذا الوقت ايه اولى، زي ما سيدنا الامام ابو حنيفه محمد كان بيتكلم على 15 جنيه لحد